انت كده كلمتي عن المعلومات اللي تخص والدك، وثائق الجامعة، مصادرة، ايه تاني يعني؟ وبعدين ده تربية مزدوجة من الاب في داخل البيت ومن الجامعة من الناحية التانية. تمام. واحنا نازلين مظاهرة ازاي الاول استعدادا للمظاهرات، مفترض ان الامن ما كانش يبقى عارف بالمظاهرة قبلها وميبقاش في مجال لانه يجهضها، ازاي بنعمل نفسنا مش عارفين بعض في الشارع لحد ما نوصل للمظاهرة، ازاي ناخد بالنا واحنا مروحين ان ما فيش مخبر ماشي ورانا، ازاي اعرف ملامح المخبر لو ماشي ورايا او بيراقبني، الطريق يتغير مرة واتنين خاصة في الاوقات دي علشان ما نقعد ما يحصلش عملية اعتقال او تتبع كده او تتبع. التليفونات بعد شوية اما طلعت قبل الموبايلات انه لازم نبقى عارفين ان لو في قاعدة في البيت، في اسرة في البيت، في اجتماع، فالتليفون لازم تتشال فشته تماما. وبعدين لما طلعت الموبايلات دي بتتلم في حلة قبل ما نبتدي اي حاجة، لانه الموبايل وهو في الحلة بيتشوش عليه فالاجهزة الامنية ما تقدرش تدخل، ولو حصل هجوم على البيت او المكان اللي فيه الاجتماع فاحنا عارفين مكان الحلة فين، فنجري بالحلة بعيد علشان خاطر التليفونات ما تقعش في ايد الاجهزة الامنية بعد كده. والصداقات لازم ناخد بالنا من اصحابنا، اصحابنا من جوه الجماعه بس، ما ينفعش يبقوا من بره. كنت هسالك، مسموح يبقى عندك صداقات بقى بره مع هذا يعني نطاق السريه الحديدي جدا ده؟ الاصل انه مش مسموح، من ناحيه كان بيتقال لنا علشان ما يفسدوش اخلاقنا. فلما كان ده السبب الوحيد اللي بيتقال لي انا كنت بفتح في صداقات اخرى، فبقيت كل ما افتح في صداقه تانية المندوبة عن الجماعة أو المندوب عن الجماعة اللي موجود في مدرستي يبلغ أهلي، فتتعمل لي مشكلة على الصديقة دي باعتبارها هتفسدني، لحد ما بقيت ده معناه أنك كنت بتخضعوا لمراقبة كمان. طبعا أنا كنت أحيانا أبقى راكبة مواصلات عامة فأروح البيت ألاقي خبري في المواصلات موجود عند أبويا في البيت. مواصلات عامة، مش يعني مش حاجة في نطاق ضيق، مش في محيط معروف إن هما موجودين فيه، منتشرين في كل حتة وبيدخلين في كل تفاصيل الحياة صغيرة كانت أو كبيرة. مفيش مدرسة تقريبا إلا وفيها على الأقل مدرس أو مدرسة ممثلين عن الجماعة في المكان ده. لحد معناه ان هم بيخضعوا اولادهم للمراقبة كمان وبيتجسسوا عليه دي. ده بيزيد يعني بيبقى اكثر تشددا كل ما كنت من اسرة اخوانية مهمة، او كل ما كان مواقع قيادي مهم. ده بيزيد تشدد من ناحية لحساسية موقفهم، ومن ناحية انه التنظيم بحكم هيكله الهرمي، بحكم ان القيادات ليهم مكان والولاد ليهم مكان، ولاد القيادات ليهم مكانة مختلفة، فبيبقى قواعد التنظيم عينيهم على مين ولاد القيادي ده ودول بيتعاملوا ازاي. اوكي، فشئنا محط نظر. بالظبط، احنا محط نظر ومحط كل اللي عنده كلاكيع بيجي يطلعها علينا. انتوا ولاده فلازم تبقوا وجهة في صورة معينة. وانا في ثانوي ارتبطت بصديقة او صديقتين وكنت قريبة منهم جدا. تدخل في ده مسؤولة الاسرة اللي انا فيها ومسؤولة المنطقة وجولي في البيت علشان يطلبوني اقطع علاقتي بيهم تماما، بدعوى انهم بيشتغلوا مع الامن. يعني ايه يا جماعة اصحابي بيشتغلوا مع الامن؟ اهاليهم في المدرسة اهاليهم قالوا لي اهاليهم. بعد سنين عرفت ان واحدة منهم كان باباها عمها عضو في حزب العمل، والتانية كان باباها امام مسجد وما كانش ليه علاقة باي حاجة فعليا يعني. انما المعلومة كذب مش حقيقية، ان هما بيوصموا الاخرين علشان تفضلي في نفس النطاق. انا عايزك طول الوقت متسيطر عليكي. افتكر وانا في اعدادي صاحبت بنت مسيحيه
دي طمه كبرى بقى ده حقيقي. الكلام دخل التنظيم طبعا. دي كانت طمه كبرى، وكان قعدت فتره بيشدوني بعيد عنها تماما، وبيتخانقوا معايا على ده، وبيقولوا لي انه بيقولوا ايه هتفسد لك دينك، بيضحك لنا حكايات عن مسلمين غيروا دينهم في اخر لحظه علشان خاطر دول ضحكوا عليهم، ولا خدي بالك ما فيش مسيحيه بتتحرك في الحياه من وهي صغيره غير بالتبشير، فدي هتبقى بتعمل لك عملية تبشير وغسيل دماغ من وانتي صغيرة، ودي داخلة النار داخلاها، فخدي بالك هتدخلي النار معاها. وعموما انا كنت كائن مشاكس، فكانوا بنوصل مع بعض لشكوى لبابا وضغط على بابا نفسه علشان خاطر يضطر ياخد معايا موقف عقابي. فبقى فهمت، طب خلاص ما تيش بالذوق هتيجي بالعقاب. وكان بيبقى ابسط حاجه، طب خليها قاعده في البيت علشان تتربى.